واحد من العلامات اللي بتدل انك بتتكلم انجليش بلا باقة او حتى بأريحية انك تقدر تتكلم عن يومك او الديلي روتين حياتك او روتينك اليومي بطريقة صحيحة. عشان كده انا جايب لك هدية النهاردة، لان احنا معانا بعض الافعال وتحديدا الافعال المركبة او الفريزل فيربز اللي هنستخدمها عشان نوصف بيها يومنا بمنتهى البساطة. الموضوع مهم جدا، فيلا بينا مع بعض. هنبتدي الاول بالافعال البسيطة او نوصف اليوم من اوله. اول حاجة معانا واللي اغلبنا يعرفها هي get up. get up. get up. ومعناها انك تستيقظ وتصحى من السرير او تقوم كمان من السرير. I don't wanna get up when it's cold. انا ما بحبش استيقظ لما الدنيا بتبقى برد. I don't wanna get up when it's cold. تاني فعل مركب معانا النهارده او phrasal verb هو sleep in، وبنستخدمه عشان نقول ان انا بنام براحتي وبصحى براحتي. For example I sleep in او I always sleep in on weekends. يعني انا دايما بصحى براحتي كده، نومي واخري، اوكي، زي ما بنقول في العاميه المصريه. وما ينفعش كمان نتكلم عن الروتين بتاعنا غير ما نبقى عارفين كمان put on اللي هي يلبس. put on لزي كده get dressed. I put on my jacket and go and just go. أنا بلبس put on يعني بلبس الجاكيت بتاعي وبذهب، أوكي. وعكس put on take off، واللي ليها أكثر من معنى، بس إحنا النهاردة بنتكلم عن الديلي روتين، فهيبقى معناها إنك تخلع الملابس بتاعتك. Take off your clothes and take a bath or have a shower. يعني اخلع الهدوم بتاعتك او اقلع ويروح خد ايه شاور، اوكي، تيك ا باث، او في البريطاني بيقولوا شاور فنقول برضو هاف ا شاور عادي. يعني خد بالك من دي بقى لان اغلبنا عارفها لكن بنغلط في نطقها، وهي تايدي اب. بص بلاش تيدي خالص، دي تايدي اب، يعني انظم او ارتب. I tidy up my room every morning. I tidy up my room every morning. وعندك كمان meet up with أو hang out with، ودي معناها إنك بتخرج وتقابل أصدقائك. عشان كده ما قلتش meet لوحدها، كنت عملت عليها فيديو، أنا قلت meet up with. I meet up with my friends أو I hang out with my friends every Friday. meet up with، hang out with. اللي بعده work out. work out، وهنا ملهاش علاقة بالشغل. work out على بعضها معناها يتمرن، مش لازم تتمرن في الجيم to hit the gym، لا، ممكن تتمرن عادي cardio او تمارين بجسمك. يعني لما اقولك مثلا I work out at the beach I just do some push-ups and pull-ups، يعني انا بتمرن دايما على الشط، اوكي، وبعمل شوية push-ups اللي هو ضغط، والتاني اللي هو الايه البولابس، اوكي. اخر حاجة معانا النهاردة هي دوز اوف، اوكي، واحنا اتفقنا ان كلها هتبقى افعال مركبة. ممكن اعبر عن ده كله بافعال ليها اصل لاتيني او لاتين ووردز، بس انا عاوز النهاردة ازود حصيلتك اللغوية بالافعال المركبة. دوز اوف معناها تيك ا ناب، انك تاخد قيلولة. يعني I sometimes doze off in the afternoon before lunch، يعني انا في بعض الاحيان باخد لي تعسيلة كده او قيلولة، اوكي، بعد الظهر قبل الغداء. ما تنساش انك تدعم المحتوى بشير ولايك. سلام.